بسم الله الرحمن الرحيم وحان ربا إن أمهد عليو مدحوينة دولة قواليتك بلان مدحوينة كوحيينك قولها وكيلة إيو وكيلة قدحان إيو قولها وزيرها إيو شعب وينها رير بلان مقالة دان قروا ودقن سيدا واناكسان أو شرفت بدن أو صومال لمدوالتين مدالي يعني إيو وفديكي نوسو دوويين وحان رنتي لكولاني مرحلة عملة آدياد أو كلو شاهي بل رمضان أو دي أمدة عبادي سنعيان بعد ما يتاهي بل براكيسان أو أي نوع أدك تاهي داتكي إنان قابلنا أما كل ما سمينو ساة سوكالي وحن دونين إنك سوقتي نويري حي إنان تاقنو لاسعانود خاتم استيد لكن إذا نفتيقي داتك أغاتورني حلقان أدك كويلها إيو بشان رمضان داتكو عبادي سنعيان إن عن دكتي عن دبوا جيس إنه كل ما ذا ذي صباح تان كوده، لكن وحن أنا جاي مركي عن كوده هذا اللي هو جامية فردية أبو قادر فردية، أنا سوشي يعنى إنه يقرحون تاعي إن عن دبوا صو نقضه مركا كولا مركا كولان كأم شركة وهالك كده عايو عن وقت في عن كوي ما هذا خاتمة عن كبلاؤنه مقال هذا لاس عانوت بوهلة قميص يعرولي يو وحي صور تقالو دقان داس وان دادك اللو قولنو هدو إلهي راهدو وحن رجينا يا سيدق سيله إلان وغسو نقضو إن بدلان كدبنا عن سعودالكاس عن كبحيو قاتمة هدو إلهي راهدو وما تنتهين رمضان كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka. Sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo. Isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda. Isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. Hamugaan Dawo Clinic.